الباكستاني فرحان سعيد أحب لعبة الكريكت مذ كان في الخامسة، حينها كان قد فقد قدمه اليسرى بسبب إصابته بشلل الأطفال، فانتظر طويلا قبل إظهار مهاراته. كنت أواجه صعوبة في اللعب على الطرقات، وظن الناس أنني لن أتمكن من رمي الكرة، لكنني علمت أنني سأنجح وانضممت إلى منتخب المعوقين حيث نميت مهاراتي. فرحان أصبح من نجوم منتخب باكستان لكريكت المعوقين، وهو أول منتخب من نوعه في العالم، والمدرب فريد الدين يقول إن أهم ما في الأمر هو اكتشاف مهارات كل لاعب. ننظر إلى مهاراتهم ثم نعمل على تنميتها وتقويتها. رجل الأعمال سليم كريم هو مؤسس كريكت المعوقين في باكستان، هو أيضا أصيب بشلل الأطفال وفقد قدمه، وغالبا ما كان يترك على مقاعد الاحتياط أثناء اللعب، فأنشأ المنتخب عام 2007 كي لا تتكرر محنته مع الآخرين. لذا وبعد أن اعترف مجلس الكريكت به، قام منتخب المعوقين مؤخرا بجولة في آسيا وعرضت مبارياته عبر التلفزيون الباكستاني الرسمي. بإذن الله سترون هذا النوع من الكريكت يصبح أكثر شعبية، سنخوض مباريات مع منتخبات أخرى، وستكون هناك بطولة كأس العالم، وستكون فرصة جيدة للمعوقين. أما محمد البالغ 17 عاما فأبرق إلى المنتخب طالبا المشاركة في التدريبات. شاهدتهم عبر التلفاز ونما لدي الأمل مجددا، لذا أتيت إلى هنا وأنا ممتن لهم لأنهم سمحوا لي بالتدرب. 500 معوق يتدربون الآن في 12 فريق كريكت عبر باكستان. بلدان أخرى أنشأت كذلك منتخباتها، والمنتخب الباكستاني يستعد لجولة في بريطانيا العام المقبل.